السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عند وديال دقيستيال ميل والبوا جوكتان كسو دواد برامجكا ترتنكا أقوناتكا شخصي شخصيكا يورباهين دا سيتي وآتكا داواتان كانا دقيستان هذا روكالي برامجكا علاقو حيث لسعوتيانيك عبد الشكور شاشا وحان كسو قادنا سؤال ديني ديگاني مادي يتاريقي استكو جيراكوا سوانوكو تلقلني دقيستياش يهد دواديش الرادية يتلفشن كسيتي إن أي مركز كهلان حقا مهم أه أو كسابسن عالم كان دنيدان تاريخ ديادا دين تيي وحيا بالحريرة برامج كوحا تابقل إن إيسا شركة دا إزقارسين تا قيقا إن إيه سمتل وادو قبرتين أذيك إنترنت أو عصري أه إيه وليبا أذيك تليفون أو كهادل أه حدبا قرر ويان دي بسيكو صلابان إن أو حد ريميسان إن دي إستياش عيبا بوح دافين أيان إنغو أنا ولي قدتك تليفون كفرين تليفون كاب هساعته مركزتا ميلكستا يسيكستا ويستعمال أديك دميس وعد كيليسو انترنت يكو حدل عن حددنين كشبو حال دولار وكليح أو هل انترنت يكو حدل عن حدلهين مدو أفري لباتن ساعدودة أما كشبو لباتن دولار أو هل انترنت يكو حدل عن حدلهين مدو بلا inoogu shub marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afar gees ama ba xidig afar 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 gees wagaag qaado oo isticmaal adeegyada kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta geegeena ee Samtel hadii aad wadato adeega dhameystiran laga hormarin 12 ayaad soo wici kartaa nambarada sida caadiga ahayd ee qofka saddex su'aal ayaan weydiin doonaa su'aashu koowaad waa 200 ta saddexaad waa 500 ee talabaad waa 500 ta saddexaadna waa milyan hadii uu rabana mid koowaad ayuu ku gaabsan karaa ama talabaad halo assalaamu alaykum walaal magacaagii meesha joogto ibraahim maxamed oo xaafada aan joogaa dhageystii ugu horreeya tahay ka war saakse looga dhageysanaya nambar qabso nambarka labaad miya nambarka labaad su-aasha ku qoran ibraahim waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magacyada nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam hooyadiis nabiyullaahi isxaaq calayhi salaam hooyadiis نبي الله يوسف عليه السلام هو يديس يا نبي الله يعقوب عليه السلام هو يديس مرلبات وعاد شاكتها مقعيات النبي إسماعيل عليه السلام هو يديس نبي إسحاق عليه السلام هو يديس نبي يعقوب عليه السلام هو يديس يا نبي يوسف عليه السلام هو يديس مرسدحات وعاد شاكتها مقعيات النبي إسماعيل عليه السلام هو يديس نبي إسحاق عليه السلام هو يديس نبي يعقوب عليه السلام هو يديس يا نبي يوسف عليه السلام هو يديس صدنا البرغسية يا ضيستا yay ajiraye dhashay ma yaqaanna ma maria haajiraye dhashay haajira haajira ha yay dhashay ismaaciil nabi ismaaciil ay dhashay ma yaqaanna allaah ma haajira maira nabi yaquub oo idisna waxa la yiraahdaa saara saara miya haye نبي يوسف مكساي ايك ولحته و
وأيهاي دقيستي قدام بيه سؤال شلو يدي إسكا قلدي وحلا ويدي واحد شكتا مقعيد النبي إسماعيل نبي يعقوب نبي إسحاق نبي يوسف هو ينكو دا نبي إسماعيل هو يديس وحالي رادا هجرة نبي إسحاق هو يديس وحالي رادا سارة نبي يعقوب هو يديس وحالي رادا رفسقة نبي يوسف هو يديس وحالي رادا راحلة نبي إسماعيل هو يديس وهجرة نبي إسحاق هو يديس وسارة نبي يعقوب هو يديس ورفسقة نبي يوسف هو يديسنا وراحلة إن أدمالكو قرن دونتان أي الرجينية لحذر يكون لغاتري سدح لغاتري سدح يا صوب راعي كرتا شركة إسكارسين دقيقين سمتل أياتا بقل نيسا برنامج كان ورباين تسيبتي راديا هي تلفزيون كان واتك لسعوتان أنا قوشا شايد لسعوت سينية سألوه وكو إلا طبن هلو السلام عليكم ولا السلام عليكم إبراهيم وصول لابتاي dagaystay hal mar ayaan ugu ogolayaa barnaamijka waxaan idin ka codsanaynaa in dagay een la laabashada aad ka deysaan waayo dagaystayaal badan oo qadku saamix ila ayay oo su'aalaha garanaya ayaa jira hadii calafkaaga maanta uu ku siin waayay uu ogolow telefoonka inay soo waan dagaystayaasha kale lahadan iyo kowla atani sadax labaatan iyo sadax ayaad naga soo wici kartaan barnaamijku waa tartan aqooneedka shakhsiga ee warbaahinta city الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ولا المقعي ماشي جوكتو محمد ابراهيم عافظ انتباك محمود محمد ابراهيم عافظ انتباك محمد ابراهيم انتباك بل نمبر غمسو نمبر الثمان ابراهيم نمبر كالشنات برنامج كمية طبنات طبنات ما يتري هيا ودير قرو waxaad sheegtaa laba magac oo loogu yeero ninka afarta haas qaba iyo magacyada loo yaqaan haaska koowaad iyo haaska labaad ee ninka afarta naag qaba mar labaad waxaad sheegtaa laba magac oo loogu yeero ninka qaba afarta haas iyo magacyada loo yaqaan haaska koowaad iyo haaska labaad mar saddexaad waxaad sheegtaa magacyada labo kamid ah magacyada loogu yeero ninka qaba afarta haas iyo magacyada loo yaqaan Allah dud 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 kan wali isnaag ma ruusna u maleena su'aashu waxay ahayd la weydiiyo waxaad sheegtaa laba magac oo loogu yeero ninka afarta haas qaba iyo magacyada loo kala yaqaan haaska koowaad iyo haaska labaad jawaabta su'aashaas waxay tahay ninka waxaa loo yaqaanaa afar haasle waa la yiraahdaa gudadlana waa la yiraahdaa islaamaha ta koowaad iyo tan labaad waxaa loo kala yaqaanaa bahweyn iyo minyaro ama minweyn iyo minyaro halo asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal magac iyo meeshaad joogto عمر احمد حايا عند ولاد عمر احمد وانت ولاد جوجا برامج ولا صوتي عال صدا هاي بل نمبر خمسه نمبر كذا نمبر كتضبات برامج كا هدي انكو في ريس وعاش اكو حسن سيدا صوت صوتا اي كل هذا هاي وعاد شاكتا ميت كميت وحيابها وقال لا ابوري ولفتي ساي كسر ريسو هيلب كيسا تسالي adiga hilibkaaga ayaa kor soo jira lafahaaga ayaa hoos jira mar labaad waxaad sheegtaa mid ka mid ah waxyaabaha uu Alla abuuray oo laftiisa ay ka sarreyso hilibkiisa tusaale adiga hilibkaaga ayaa kor soo jira lafahaaga ayaa hoos jira mar saddexaad waxaad sheegtaa mid ka mid ah waxyaabaha uu Alla abuuray oo laftiisa ay ka sarreyso hilibkiisa tusaale adiga hilibkaaga ayaa kor soo jira lafahaaga ayaa hoos jira sodon ilbiriqsi ayaad haysataa
Malay, malay, malay. Malay, kamu ya? Ha? Bota? Ya? Aro? Ha, malay, malay. Wahai, hai. Jawab sesuai saya suka berhidup di kisah sini. So, wahai. Wah, jawab. Kalau tak. Wahai, hai. Suai, saya suka berhidup di kisah sini. Wahai, hai. waxa sheegtay mid ka mid ah waxyaabaha uu Alla abuuray oo laftiisa ay ka sarreyso hilibkiisa tusaale baa la yiraahdaa adiga hilibkaaga ayaa kor soo jira waa aragta anaga hilibkeena kor soo jira gudaha la faajirta waxaasi waa ukunta ukunta waaye oo waxa kor soo jirta qolofta oo lafteeda ah hoosna waxa jira hilibka oo marka dambe noqonaya jiljil dooro hadii ay baka dhigo wayahay laadan iyo kooda 23 ayaa soo baxsan kartaa halo salaam aleekum wa aleekum salaam magacay ma shaa joogto umar waxa soo laabtay hal mar loo ogol yahay dhageystaha barita ayaan ku sugeynaa insha allah way dadbaad annay dhageystayaal ayaa di fursad ku siinaya line inuu hore kaaga soo galo waxa jira dhageystaha ay ku adag tahay inuu soo waco oo maajadan ku celcelinaya marka fadlan hadii aad marka qayb gasho barnaamijka annagu kama ogolaanayna inaan mar labaad ku siino barito ayaad sugeysa insha Allah shirkadda isgaarsiinta gayigana ee Samtel ayaa taabagelinaysa barnaamijka tartan aqooneedka warbaahinta City oo aad hadda si toos ah uga daawanaysan ugana dhageysanaysan raadiyaha iyo telefishinka City barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena ay cilmi ka kororsadaan abaalmarinana ku helaan halo salaam aleykum سعدي عمر دولي عطل كور وقات ساكي عطل كاي اسم عمل ومغلاي انا صفايا وانا فايا وجع كورم جيران كي الما كورم ما شاء الله انت بس انا قايني فايا ما شاء الله الحمد لله ولا 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 أخو فايا الحمد لله ما شاء الله أكثر عنها ساكن السؤال أدربتها سيدة صونك اللوغة اللي برامج كما صوى عيسي سؤالها أنا ويكوكو أتكان أيين مركا ساكن سؤال فضود أيا الغورة دينا يا سؤال فضود سؤال فضود أيا الغورة دينا أيا أي ديار واتا يمو ديار أيا لما إياك نحضوت محاك جرو يا لما اياك نحضرت معاك جرو من بيا يا معاك لما اياك نحضرت معاك جرو من بيا يا من بيا تحوي معاك جرو ها من بيا تحوي معاك جرو معاك جرو 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 ها وقت ذا شيء لكن ما ذنكرم way hay saadi umar dooli waxa la weydiin laba iyaka dhaxdooda maxaa ku jiro laba iyaka dhaxdooda waxa ku jira naxbudu adoo iyaka naxbudu dhihin way iyaka nastaay madayis halo salaam aleekum halo salaam aleekum wa aleekum salaam magacay meesha joogto ibraahim maxamed ujo aan tudaas ibraahim maxamed wa soo laabtay fallan dhageystayaasha kale uu ogolow in barnaamijka ay ka qayb galaan ibraahim maxamed dhageystayaal waa naga codsi hadii aad mar soo wacdo mar labaad ta soo wacin ta kale nagala socda telefoonka ee nagala soconayna raadiyaha barnaamijka waxaa taabagelinaysa shirkadda isgaarsiinta gayigeena ee Samtel oo uga baratay adeegyada internet iyo ku hadal oo casri ah halo salaam aleykum aleykum salaam rabbaka walaal shee magacay meesha joogto farxiya oo jeebta kulmis farxiya oo kulmis joogto barnaamijka waa la socotay تلفون هاي نمبر 50 نمبر كواد برنامج سؤال شو كحسن وهاي كلها هاي سيدن واحد شيك ماشي وكل شيء عمر عبد العزيز وحنكاربا
deegaanka iyo wadanka tusaale inay dhaadid wuxuu ku dhashay degmada Jowhar wadanka Soomaaliya saas amal waxa sheegtaa meeshii uu ku dhashay Umar Abdul Aziz wadanka iyo deegaanka mar saddexaad waxa sheegtaa meeshii uu ku dhashay Umar Abdul Aziz wadanka iyo deegaanka sadar al-Birqsiya taysta kasaay ay ka wala xataa gabadhaasi way garawaysay waya Umar Abdul Aziz halkii ku dhashay ee la weydiiyey dhageystii na soo wacay jawaabta su'aashaas waxa waaye waxa ku dhashay meel loo yaqaan Xulwaan oo ka tirsan dalka Masar waxa ku dhashay meel loo yaqaan Xulwaan oo ka tirsan dalka Masar barnaamij ka tartan aqooneed ka shakhsi shakhsiga ee warbaahinta City ayaa la socotaan alo salaam aleekum halo salaam aleekum walaal magaca iyo meesha joogto codka kor u qaad farxiye oo joogta xaafada hantiilaas farxiye hal mar ayaa loo ogol yahay dhageystaha barnaamijka ma walaal ma kusoo noqon ilaah kuu ogmo haa walaal ilaah ayaa nambar qabso nambarka saddexaad ee barnaamijka nambarka saddexaad ee barnaamijka su'aashu ku xusan u diyaar garow waxaad sheegtaa magaca noolaha aan waxba maqlin mar labaad waxaad sheegtaa magaca noolaha aan waxba maqlin wax dhan ma maqlaayo waa soconaa wax waa cunaa waa joogaa laakiin wax ma maqlaayo mar saddexaad waxaad sheegtaa magaca noolaha aan waxba maqlin way ku bilaabatay sadaqa galbiraqsi rakaa miya kan oo wak 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 dhaay oo biya galam ya kan oo wak 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 dho oo biya galam ya rakaa rahmo oo afarta lugood leh oo afarta lugood leh calaash cad keemo waaye jawaabta ay baa safariya waa jawaab qalad ah waye ay su'aasha la weydiiyey dhageystahaas waxa ay ahayd waxaad sheegtaa magaca noole aan waxba maqlin kamida noolayaashu waa la abuuray jawaabta waa taxsiga taxsiga wax ma maqlo ogaada dadku halo salaamu calaykum calaykum salaam wa raxmatullahi wa barakaatuh walaal magaca iyo meesha joogto abuukar axmed waa inta joog abuukar axmed waa inta wadaag joogo barnaamij waa la socotay haye bal nambar qabso nambar taal nambarka sagaalaad ee barnaamijka miya Soomaaliya xaggee ku taalaa yaasa kala gumaystay koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya kala qeex labo Soomaaliya xaggee ku taalaa yaasa kala gumaystay koonfurta iyo waqooyiga kala sheeg mar saddexaad Soomaaliya xaggee bay ku taal yaasa kala gumaystay koonfurta iyo waqooyiga sadan ilbiriqsoo jaanisa taysta ingiriiska talyaani yaa ingiriiska talyaani ingiriiska talyaani maxay sameeyaan gees afrika ingiriiska talyaani maxay sameeyaan gees afrika ku taala ah isma qalla dagaystay su'aasha ku weydiiyey jawaabti la ka rabaa kunu hal mar ingiriiska talyaani gumaysi ingiriiska talyaani maxay sameeyaan ag gumaysan haye gees afrika حقيقة كوميستين وقوي هي وحن كاربا قف ايا كاعد هاد ليا مركا لا يدار مقال الحد كيسا وايا هيدا قيستا اسي قف ايا كاعد هاد ليا اسلا اساق ايا انا تليفون كجرين فلم تليفون كجرين سؤال شو حيا هيد شاك سومالي حقيقة بيكو تالا ياستك لقوميستي konfurta iyo waqooyiga oo kala qeex
جوابته حل ربعين النقطة سوماليا وحكوتا لجيسك أفريقيا إنجليزك وحجم يستو قويجا تليانيك وحجم يستو كونفورتا لجيستاش ناس أمم وسشيجين وحوري إنجليزك يو تليانيك إستقوا أنا شيجين لابد من الأكل حجم يستي قف كلا ياكوها صادلي أنا جو أديجينا ودهينا قف كلا يسكاها صادلينا تليفون كأي جري مركا وما يصير نقن سؤال فضود أي أحد سومالي عقدة الجيسك أفريقيا تلياني إنجليزك كلو جميستي وقوي جيو كونفورتا كونفورتا تلياني أيوه إنجليزك أنا وقوي هلا السلام عليكم ورا المقع أي ماشى جوكتو فايسل عبد القادر مياه سبع ما هو هذا شيء دقيستا حكا سيرين هلا السلام عليكم هلو السلام عليكم عليك السلام ولا العطي كورو قد مقع اي ماشا جوكتو حمدي و جوكتو انت بيه حمدي انت وذات جوكتو نمبر قبصة دالة سعوتي برامج كان نمبر ستة نمبر ستة حادي برامج كهوري ايا اللو قبصة داي وانقحو معاي بري ايام كورو جينا اينا تكفى ايدي ستة برامج كا هدي الله ودر وكوسا محور شركة اسقارسين تقييق انا سمتل ايا تابق لنا ايسا برامج كا ترتن اقونات كشخص شخصي أول باهين تسيتي وأتحدث ستوسا وجلس عطان راديها هي تلفيشك سيتي هذه الجوكت جواري دكانة دكتور تسن FM تس ديتني يستقال دبي إبر FM مكارتيس أيام دكانة جيسة نيسا دوني دنا أونلاين كبرى مشهد يبرت إنترنت ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة والله ما قاعد ماشى جوكتو موسى سليمان طول ذلك موسى سليمان وطول ذلك جوجا صورنا هو ودات برامج جلس عطان نمبر خمسة نمبر سديدات نمبر كسديدات برامجك سؤالك قرر محي كل هذا نمبر كسديدات برامجك سيدان واحد شكتا مقع الروح يقوه الرئيي ايه بدل دين تي نبي إبراهيم عليه السلام ايه ضدك اقوي ايرا قال لماذا اسلام ركاسين مكا قيا سنم كي يقوه الرئيي واحد شكتا مقع الروح يقوه الرئيي ايه بدل دين تي نبي إبراهيم ايه ضدك اقوي ايرا قال لماذا oo ma ka geeyay sanamkii ugu horeeyay mar saddexaad waxa sheegtaa magaca ruuxi ugu horeeyay ee bedela diintii nabi ibraahim (alayhi salaam) ee dadka ugu yeeray gaalnimo isla markaasina geeyay sanamkii ugu horeeyay maka sodon il birxaad haysta جوابك دا اسكوبا و عبد الله بنانيا واي اي دغيسا سوا وغران واي اي احمد الكلوندي جامع باري محلي dadka tuulooyinka magacyada tuulooyinka leh ayaan aad u jeclahay waayay dhageystahaasi waa u garan waayay su'aashaasi la waydiiyay waxay ahayd waxaad sheegtaa magaca ninkii ugu horeeyay ee diintii nabi ibraahim bedela jawaabta su'aashaasi waxay ahayd amar ibn luhaya al qusai amar ibn luhaya al qusai halo salaam aleikum halo salaam aleikum dhageystayaasha waxaan ka codsanayaa inaad la socdaan telefoonka halo salaam aleikum wa aleikum salaam magacay meesha joogto xagee joogtaa number qabso wa maasan tahay nambarka 11aad barnaamijka kuma jiro nambaradu waa 11 halo salaam aleikum halo salaam aleikum وعليكم السلام ولا المقع اي ماشي جوكتو ساسا رواني هاي ولو بناني ايو هاي ولو كلوندي واجعل هاي سو دوو بل سلوية هاي كلوندي واي هاي نمبر خمسو
نمبرك التطوبات برامج كمية هورتا على قبصة دواك عمار مركستا ميلكستا يسيكستا ويستعمال أديك دميس وعد كيليسو انترنت يكو حدل عن حددنين كشبو حل دولار وكليح أو هل انترنت يكو حدل عن حدلهين مدو أفري لباتن ساعدودة أما كشبو لباتن دولار أو هل انترنت يكو حدل عن حدلهين مدو بلا inno bush markala dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal ibar hal afar gees ama ba xidig afar 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 gees halo assalamu alaykum halo assalamu alaykum مرحبا بكم 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 عليه السلام يا سند كي أجري مركي ولا ورجع يا حكمك نبي الله سليمان عليه السلام مرلبات واحد شكتا يمس السماء يجرتين بقرتو يدي نبي سليمان عليه السلام السجنة ما قصنا جرا يوها مركي وحكمك لا ورجع مرسدحات واحد شكتا يمس السماء يجرتين بقرتو يدي نبي سليمان عليه السلام السجنة يمس السماء يجري مركي وحكمك لو ريغي صدن البرغسي يا دايستا نوت 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 ما كسا يوعد واي واي يا نبي سليمان بغرتو يدي سنتا يجرتا يا لو يدي نغيستا سيسوا انا شكرا يو قطر كبحي اي نبي سليمان بغرتو يدي سافرتن سنة اي جرتا اللهم استعان سنة اللبية 8 سنة ايو جير مركو حكمك لو ريغي الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام والله المغا هي ماشي دكتور يا نور حاج ازاي نور وقف قروقات حاجه لا سوايسا نمبر تاع نور حاج ازاي نمبر كي قبضتي شغال واقفوا ما يورا يا لو قبضتي نمبرات اللي خبصتها إسكيلة لي لإستيال نمبرات اللي وكوب إلى الطمان هلو السلام عليكم عليكم السلام ولا المقع أي ماشا جوكتو عبد الله محمد حمد ذاك عبد الله أنت صلى الله بطي يا صلى الله بطي مسادة كوكوة وهي هاي وما تعلي لإستيال اسم رادة صوك شو مرلا لك صلى الله بطي كاربين هلو السلام عليكم ما راي ماشي يا دكتور اسمي عقلك ولا ماما خلو قروق قد ماشي دكتور ما العاده راح علي انت عقلك ولا ماشي نصر ليها هي نمبر خمسه نمبر كواد نصر ورا يا لو قبصدي وكذا ما قال لي يا اسم ضيقاك اسلام ودريني سي برنامج وقت الشو الو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم والله المدعي ما جاء دكتور يوسف عبد القادر فارح يوسف عبد القادر فارح حكي دكتور كل مسلم مرغزه ممبر ممبر يا ممبر كلا بعد يا خورا يا الله خمسة دي وكاقا ما يدعلينا يا اسكتا يا اقا انسي لا تصوى حلي برامشكا وانا كاقا ما يدعلينا يا لنستي انا برامشكا صوى حلي الو السلام عليكم عليكم السلام ولا المقع اي ماشا جوكتو شار اوجو انت وذاك عدد كروقات شار اوجو انت وذاك دي شار ممر غفصو
لمبرك لحد برامج كايو خمسة بشار سؤال شو كفو سواي كله إذا يصيرن واحد شهكتا نانيست دلك غانا مرلبات واحد شهكتا نانيست دلك غانا مرسدحات واحد شهكتا نانيست دلك غانا أفسو ما لهان لي وشك إسوريرينين صدر اللي برخصي هذا يصير waye ay dhageystaasi war uga maadalinaya isku dayaysa su'aashu waxay ahayd waxa sheegtaa naanaysta dalka Gaana jawaabtu waa xeebta dahabiga ayaa loo yaqaan xeebta dahabiga ayaa Gaana loo yaqaan dhageystaha xiga ayaa siinaya qaybii dambe barnaamijkan weynu si mareyna aqyaaray barnaamijka samtel ayaa taabagelinaysa raadiyaha iyo telefishanka sitina waad kala socotaan jawaarina waxigeeda hadii aad joogto raadiyaha ayaa si toos ah nooga dhageysan kartaa muddo Norwegian yahay 89.5 FM megahertz dunida kale aad iyo joogtana waxaad nagala socotaa online-ka baraha bulshada iyo barta internetka Facebook aad iyo daawanayso fadlan waxaad samaysaa inaad qaybta hoose commentiga noogu reebto YouTube kana waa si lamid ah halo assalamu alaykum walaal alaykum assalaam magac iyo meesha joogto maana xamar aad ka ma maqlo maana aad xamar xafadan dowlad maxaa abd umar xafadan dowlad number qabso nambarka sideedaad hore ayaa loo qabsaday waan kaga maadcelinaya isku daygaada dhageystayaasha waru maadcelinaya soo waxaya ee nambarada leelila iyo kuwa leelayba halo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam saaxiibada magac iyo meesha joogto farxad ee xaqiiqda deegaan deegaan miya saaxiibada uu yahay deegaan saluu nasta haye bal nambar qabso nambarka saad nambarka afraad aye number ka afraas waa shaqo fasan u diyaar garow Sufyaan al-Thawri oo kamida culumada muslimiinta ayaa qoray kitaab uu ku leeyahay Khulafaa ar-Rashidiin ta afarta ah hadii qof lagu shanaynayo waxa shan ku ah hebel hebel hadaba sheeg hebelkaas hebel ee uu sheegayo Sufyaan al-Thawri iyo xiriirka ka dhacaya hebelka uu sheegayo iyo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu marlabaad waxaad sheegtaa Sufyaan al-Thawri oo kamid ah culimada muslimiinta ayaa qoray kitaab uu ku leeyahay Khulafaa ar-Rashidiin ta afarta ah hadii qof lagu shanaynayo waxa shan ku ah hebel hebel hadaba sheeg hebel hebelkaas qofka uu yahay iyo xiriirka ka dhacaya hebel hebelkaas iyo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mar saddexaad Sufyaan al-Thawri oo kamida culumada muslimiinta ayaa qoray kitaab uu ku leeyahay Khulafaa ar-Rashidiin ta afarta ah hadii qof lagu shaneeyo waxa shan ku noqonaya hebel hebel hadaba sheekh hebelkaas iyo xiriirka kala dhaceeya Umar ibn al-Khattab sadan al-Birqsi aad haystaa علي بن ابي طالب يا علي بن ابي طالب يا عمر بن الخطاب هاي سو هاي ايه علي بن ابي طالب يا عمر بن الخطاب لما هاي سو هاي عايز لا ما بروح خدات السلام يا واه يا مكان انت هاي وهو ما تعني اللي استاسي واذا شي لك مستقر وا
وياي جواب السؤال شاس ونسوس ولا بدونا ويجرى ويصير كبر داسي لكن قدر حيسينا يدي الكسب كله. Mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub mar kale dhamays waa maxay dhamays dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees wagaag adeegyada shirkadda Samtel isticmaalkeeda edna idinka sheekeen mayso waa shirkad isgaarsiineed oo ku taala geeyageena adeegyo internet iyo ku hadalna nagaha qabtirtay adeegas dhamays hadii aad ku shubato telefoonkaaga 30 maalmood uma baahnid in aad ku hadal raadraadiso oo free ayuu ku yahay telefoonkaaga sidoo kalena 30 maalmood internetkaaga free ayuu ku yahay oo waqtiga kama go'ay dhageystayaagu dambeeyay su'aasha la weydiiyay waxay ahayd waxa sheegtaa Sufyaan Thawri oo kamid ahaa culimada muslimiinta ayaa qoray kitaab uu ku leeyahay qolofa raashidiinta afarta ah hadii qof lagu shanaynayo waxa shan ku ah hebel hebel hadaba sheek hebelkaas iyo xiriirka ka dhacay isaga iyo Umar ibn Khaddab hebelkaas aan weydinay waxa uu ahaa Umar ibn Abdul Aziz waxana uu Umar ibn Khaddab radiyallahu anhu ahaa awowe dhinaca hooyada ah waxa uu dhalay waxa uu ahaa awowe dhinaca hooyada ah عسام ابن العمر بن خضاب قبر أي شيء أيها دلي عمر ابن العبد العزيز سيداس درتيد وحو أها أووي وحنا أو أها مركا لغا إيغو حكم كي مسلمين تا مركا قلفاء الراشدين تا أفرت أها الله إيغو روحا كليا سودا وين كري برامشكا ترتراقونيت كشخص شخصيكا إيورباين تا ستي أو آن إذين سو جيدين مالين والبا مركا لغا ريبو maala nimada jumcada waxaad ku daawataan oo aad ku dhageysataan su'aalo diini deegaani taariikhi iyo maadi isugu jira oo aan ugu tala galnay hadba in dhageystayaasheena ay uga faa'iideystaan marna ay ku helaan abaal marino marna ay cilmi ahaan u helaan oo ay cilmi ahaan u kororsadaan su'aalaha ku dhex jira barnaamijkan oo inta badan aan ka eegno maxay Soomaalidu u baahan tahay inay fahanto dhinaca diinta dhinaca taariikhda diinta dhinaca taariikhda Soomaalida dhinaca dalka iyo waxyaabo la mid ah barnaamijka sanadkan waxa taabagelinaysa shirkadda isgaarsiinta geeyigeena ee Samtel oo adeegyo internet iyo ku hadal oo casri ah idinaysa dabcan fulintana waxa iska leh radio iyo telefishinka City oo aad uga barateen sidiisa barnaamba soo gudbinta barnaamijyo tayo leh oo ku saabsan dalka dadka iyo diinta innaga oo mar walba eegayna waxyaabaha faa'iidada u leh in la maqalsiyo dhageystayaasha iyo daawadayaasha ku xiran raadiyaha iyo telefishinka City hadii aad joogtay Jowhar waxaad naga dhageysanaysay 89.9 Ever FM Mekartis Jowhar iyo deegaanada ku teedsan hadii dunida inteeda kale aad joogtana online-ka ayaad si toos ah inoogala socotaa iyo baraha bulshada oo Facebook iyo YouTube ayaad si toos ah inooga daawanaysaa dhageystay daawaday waan kaga mahadcelinayaa waqtiga aad ku bixisay dhageysiga iyo daawashada barnaamijka sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaashii kala duwanaa ee barnaamijka soo wacay kuwii u suurta gashay ee aan ka qabannay kuwii ka jawaabi waayay kuwii ay dhinac martay kuwii telefoonka u soo gali waayay kuwii isku dayay kuwii qadadku uu ka go'ay kuwii danaynayay kuwii su'aalaha garanayay kuwii dhageysanayay iyo kuwii daawanayay dhammaan waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin daawashada iyo dhageysiga barnaamijkan ramadaanka ramadaankiisa innaga oo muslimiina oo caafimaad qabna sida ka xoog waaweyn ee diinta islaamka ku dhaqmayna alla ka baqayna xalaal quudata ah ilaahay hana gaarsiyo soonkan aynu ku jirnana allah ay naga wada tiro dunuubtii aynu soo wada galnay hana naga dhigo kuwo maalinta qiyaama ah ilaahay uu ka dhigo kuwo gala jannada oo aan xitaa la marsiin
urka naarta ama la dhanansiin hanuunka naarta barnaamijka waxaa soo saaray anigu Cabdishakuur Shaasha ah isla aniga ayaa idinla socodsiinayay siti ayaad kala socoteen sabtil ayaa taabagelisay mahad joker ayaa farsamaynayay iyo abubakar ayaa kamarada duubayay barnaamijkan barnaamij xiga intaan ku kulmi doono anigii bahda igala qayb qaadatay waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Mar kasta, meel kasta, iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah. Ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub mar kale dhamays. Waa maxay dhamays? Dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn. Ma heli karaa mid? Gashubo xidig hal eber hal afar gees. Amaba xidig afar 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 gees.